ديال هما حاملين ديال المتهمة واللي لو أنزلوهم بواحد الطريقة اللي استغرقت ساعات كبيرة من حقهم لأنهم أديهم الدين أدوا الرسالة ديالهم إلا أننا حنا بالنسبة أنا حنا كنا تقدمنا أول حاجة مشطرين كيتقدم مطالب الحكم المدني اللي كاينوا من الضحية والمطالب ديالو ثم السيد الوكيل العام ثم المحامون اللي الدفاع على المتهمين. أنا بالنسبة أنا التامس ما تقدرش مطالب المدنية لأن الميز غير جاهز بالنسبة ليا لأن الحقيقة باقي ما بانش لأن الحقيقة كاينة في المسطرة ديال 2007 في الدرجة ديال 2007 لأن ما معناه لأن عطانا ثلاثة ورق علاه ما معناه باش ما يحضروش في هذه المسطرة ديال الدرك الملكي اللي كنطالبوا فيها الرسمية هذه خاصة ضروري اللي هي الحقيقة اللي دائما احنا ملي جات المحكمة شهدات اللي ما كانت عارفة حتى شي حد ما كانش كيتصور غادي ولكن الله قدر القادر الله جابها لأن روح عز الله وشهدات الحقيقة اللي هي مرة مسنة مرة بسيطة مرة ما يمكنش كتراوف في هضرة بصراحة أدت يمين وقالت لك بأن لقيت الجثة الأولى قبل من طبيبة التريح لقيتها بأنها كاينة في واحد الباش اللي هو عنده سلسلة والراس منفصل عن الجثة قالت لك خدت هذا وانا مشات في الغات صح الحارس ديال الغابه اذا هنا كاين واحد التناقض كبير هي طبيبه الشريح اللي كتقول جاي بدورها في الدرك الملكي كتقول بان ما كاينش بدور غدارك وكتقول بان السنه ناتجه عن العنف اللي ما كانش عندها السنه واش شاف شي سنه ضربوه في باللي ضربوه في ديك الدار اللي قتلوه طاحت لي السنه هي جاب لها السنه قالت لك بانها نتيجه العنف ولكن التحللات اللي ادت لي لا راه واجبوا نهار الاول ضربوه في الدار واش تحت الصوره مليار كتعويض لا ما طالبش مليار لا والو ما طالبش والو طالبت تحقيق عداله استاذ مثال الدرك انا ما طالبهاش انا عندي خلاف كبير مع المطالب ديال الاستاذ انا ما طالبهاش انا تحقيق عداله مسطره ديال 2000 مليار انا ما طالبهاش انا طالبه انا طالبه انا طالبه تحقيق عداله طالبه المسطره ماشي حقه يعاودوا التحقيق في هذا الملف ويديروا بحث تكميلي اللي بناء يجيبوا لنا المحضر ديال 2009 والقرص ديال 2009 ديال الدرك الملكي لان عطلنا ثلاثة اوراق ورقه فيها شهر 3/4 وانتقلوا 25/4 26/4 اذا واحد الخروقات كاينه كبيره والدليل على ذلك طريقه لان ما كاينش معطيات ان الميف غيكون كبير ديال الدرك الملكي ما يكونش فيه ثلاثة اوراق الدليل على ذلك هي مولات النعناع من الترخيص قالت لك كان باج وفين هو الباج كاين في الدرك الملكي وكان الدرك الملكي راه بداو من الباج راه ملي لقاو جثة اول واحد خذوا معاينات ديال البصمات ديال الباج وخذوا ديال الاغصان بينما في الدرك الملكي ما يقولوش لنا الباج قالنا خذوا من الاغصان باش يديروا عليهم بصمات هاد الشيء اللي قالت لك باج حنا كنا عندنا شكوك لان كان جا ذاك عميد الشرطه عميد الفرقه الوطنيه مختفوا جاء نهار تشدوا الدري في 2016 وقال باننا وصلنا اتصال بنورش الدرك الملكي ورحمة ما معناه لان كان هو الحسني شحال كانت المده استاذه؟ ما بين الجريمه وجزر صدر 107 كان 19 يوم شحال؟ 19 يوم يعني ما عندنا الجريمه ما بقاتش استاذه؟ لا كاينه معالم جريمه لا ما كاينه ما كاينه لا والو مستحيل معالم تبقى استاذه مستحيل ليا واسمح لي قال مالك كيلاب ولا ما كيلاب هما اللي داروها ليه عشان مع هما اللي طحوا لي الاعضاء ديالو واحد يدوري الاعضاء ديالو واحد يدوري الاعضاء ديالو شنو المعالم راح يدوري قال لك راه الدرك الملكي لقاو بلا قلب بلا جثة محيدين لي الغضاريف ديالو محيدين لي الكلي ديالو محيدين لي القلب ديالو محيدين لي الى كيلاب واش كيلاب غتكسر تاكل لي رجلي تاكل لي الراس كله مبصور كيلاب غندير هادشي شنو كيلاب استاذه واش كاينه جريمه قتل؟ كاينه جريمه قتل ديال شنو؟ كاينه جريمه قتل ديال 2007 ما كاينش القاتل استاذه كاينه المسطره ديال 2007 ماشي ما كاينش مسطره خاصهم يجيبوا لنا المسطره ديال 2009 لان كاينه تكوين عصابه اجراميه ماشي قتل تكوين عصابه اجراميه اذا ما كاينش واحد قتل لا كاينه قتلهم تكوين عصابه اجراميه اللي تتروا العبيد واللي داروا واللي كملوا جريمه واللي حطوا بديك الطريقه واللي حيدوا لي الاعضاء القوس كاين مسطره ديال 2009 من مانع باش من مانع باش ما يجيبوش لنا بعد مسطره ديال 2009 يقدر السيد وكيل العام الملك بواحد الكلمه امر الدارك باش يجيبوا كناش يجيبوا الجلسه غنشوفوه هيجيبوا لنا المحضر راح يكتبوه في كناش راه في القرص كاخر سؤال سمحنا لا يعني ماذا سيكون الناتج 12/7 يعني 12/7 ان شاء الله غنكونوا حتى حنا غنعقبوا على ذوك المعطيات اللي عطاونا وغناكدوا على هذا الشيء حتى حنا غنوضحوا الاستنتاج ديالكم استاذ اش غادي يكون تقريبا؟ ستة جيل غير الزميل المحترم ديال المتهمين باقي ما
هذا الشيء باقي ما دارش الدفاع ديالو، وحنا ان شاء الله غنعقبوا، ولكن العام غادي يعقب. واش تكون مؤخرة في القدم؟ ما علينا هو القدم، مش القدم حتى هو القدم. أنا كنبقى رئيس الهيئة الإجرامية ديال القدم. إهدام إهدام. إلا واش عمرك أنت في حياتك شفت شي مير من 2007 واحد جا عند وكيل ملك ثلاثة في الشهر، جا عند نهار وجدته، وجا عند وكيل العام وكيل ملك، واش بالك أنت هذا المير كان في صغير يشدو، واش بالك شي حاجه انا وعرفت سبعه قد شويه. شكرا 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 شكرا